الجمهور هذا اللي حج من 7-7 مساكين وفايقين وكيتجاراو ودخلوا مع جوج وتجي انت هذاك الاداء وهاد الشمته وهاد الطريقه وتخلي الاهلي كيتحيروا علينا وتحيروا على الحكام وفين الشخصيه ديالك اللعابه؟ فين الشخصيه ديال اللعابه اللي في تيرانك ولاعبين مركم واحد الخامس الجمهور مسكين كيتزيد وانت كل دقيقه 10 كيتبعوا حكام وانتم كتفرجوا كاين هادي بون تشوف شكون اللي كيدخل وعباد الله واللعاب ما مسوقينش شي لعابه كيدوروا ما مسوقينش وراه الكور فينال هذا فينال هذا في التحرميات وفي الخبط الكروي وما بغيتش تعلموا هادشي كله قديم ما بغيتش تعلموه واللعابه ما قالتش يزيد لعابه كيشوفوا هنا هذه النمره وما قالتش يزيد ماشي ما كانش يمشي ماشي ما كاينش يجريش ما قالتش يمشي 3 شهور ولا 4 شهور هو ما كاينش ما عاونناش في شي حاجه قول اسم ديالو السي المدرب حتى هو دار هذاك الشونجمون حتى هما ما عرفتش كيدايرين كان السي مهر خدام غادي مزيان ديفونسيفمون كيسد معاه كيمشي كيدير لا ديفيرونس كيمشي كيجيب لك لي فوت ساد مزيان واقفين مزيان نقلبوا على واخا صوبوا انا نخرجوا شي انا صوبوا نخرجوا لي سيد ما قالش يتهز اليوم وجاب منه الهدف ديال ودار شحال هادي دار الشهر هو مطيع شحال هادي قلنا كيقول لك بوني بوطو كيوقف ما عندو الشك ودي اللي جا مورا كيضربها شوف اليوم باش نهضروا بكل امانه تاكد الكلام ديالك بان اللعابه تاع الصلاحيه ديالك شي اليوم حنا اللي عطينا اللقب حنا اللي ما كانش عندنا الشخصيه هذيك ديال البطل ما كانتش اليوم حاضره وفي التيران هما مسالين عارفين راسهم مسالين الاهلي امام الجمهور ديالك وعارفين راسهم مسالين عرفتي اش داروا عليك تحيروا عليك وتحيروا على الاربيط تدري الفول الاربيط وراه انا اللي داخل التيراني انا اللي في التيراني انا اللي مدخل انا مدخل انا اللي خصني نحيح انا خصني ندير حسابي الاربيط الاربيط خصو يدير حسابي انا اللقب عندي في التيراني ما خصوش يمشي